يفترض بأنه إذا تريدين تمنعين العنف الانتخابي، هذا المصطلح أيضا ما مطروق مسامعي، بس أنا أقول ليش أكو مصطلح اسمه العنف الانتخابي، هي أعمال العنف اللي ترافق الانتخابات. ترى بدول العالم هاي كلها دروس ومحاضرات، وهنالك قوات أمنية تدرب من قبل سنة على كيفية حماية الانتخابات، مو مثلا واحد يجي ورأسا فورا صار خلل معين رأسا استخدم الهراوة مالته أو استخدم اطلاق النار. لا، هذول غير قوات تكون. هذول شلون كانوا ياخذوهم؟ انا خلي اقول ليش هذول ياخذوهم من الوحدات، يروحون دورات. شلون مثلا دورة من كنا نروح دورة درع، دورة هذه هم دورات امن انتخابات ضمن وكالات الامن او ضمن ناس مختارة لمدة معينة، تنتهي انتخابات يرجع جندي حال بقية الرفاق الموجودين بالوحدة العسكرية مالته. لذلك انا اقول ليش أنا المراكز الانتخابية ما يعني ما عندي أي تخوف منها، لكن أنا متخوف في الطريق إلى المراكز الانتخابية. ماذا سيحصل في هذا الطريق؟ كيف يتم تأمين المناطق المحيطة بالمراكز الانتخابية؟ نعم، هذا يثير قلقي. وأنا قلت لك بعض الأمور هذه تكون مبطنة. يعني أكو أرباب عوائل كثيرة يقول لي ابني أعيد لك إياها، ابني أقعد أكو مشاكل، زين لا تطلع ولا تخلي مؤشر علينا ولا فلان ولا من راح يفوزون ما راح يخلون بجيبنا شيء. هذا الكلام ينقال لو ما ينقال في السحر؟ ينقال بالنهاية. قبل ما أختم، يعني إحنا ذاهبين باتجاه انتخابات ما راح تكون بها مشاركة واسعة، مشاركة ضئيلة، وهاي ممكن تفقد شرعيتها. والله لا ما تفقد شرعيتها، بس أنا من دا أسأل الناس، يعني بتدري نحن نلتقي بهواي عالم، شو ما حد يسولف بالانتخابات، ومن تلتقي بالقوات الأمنية لشوف أكو تأهب، أكو استعداد جدي، عندهم لو خطط اعتيادية. لا عندهم، لا ماكو فد شيء أكثر من هذا، باستثناء اليوم الإنذار جيم اللي منع الإجازات وكل المجازين يلتحقون. اما بالنسبه للوضع المدني حرام، يعني سالفه الانتخابات اخر سالفه تصير بين القعدات، حتى قسم ما تدري اكو انتخابات. انت بالنهايه ما مشارك، ما راح تروح تدلي بصوتك؟ لا، ما يعني ما اعرف، ما مقرر بعد والله السحر اساسا ما اعرف والله. متخوف ام لا قبل الختام؟ لا تخوف، ما تخوف من شنو؟ لا مو اقصد على الصعيد الشخصي، على صعيد البلد متخوف ام لا؟ البلدنا كل شيء بيست سحر، ترى باللحظة ذاك اليوم عندكم استقراءات مسبقة سيد سرمد، متخوف أم لا؟ ست سحر ذاك أخذيها من عندي، نعم أكو تخوف بنسبة 25%. أي نسبة ضئيلة يعني، مو نسبة كبيرة. أي ذاك اليوم نمنا دقت عليه التليفونات بالليل، قالوا اقعد انضربة السفارة، ما حد متوقع تنضرب السفارة، ما حد متوقع، لأن ما كان أكو سواء علاقتنا وفصائل المقاومة أو غيرهم، ما كان أكو في المخطط بيننا راح تنضرب السفارة. صحيح. زين.